هي بعد الزيف انا اشوفه لو ياكل عندنا هنا 12 مكتب راهي محاصره كما ينبغي، والتحق جميع المشرفين سواء رئيس المكتب او المساعدين كلهم لهنا، وكذلك التحق بالمكتب بالمركز جميع النواب نتاع رئيس المركز. والعمليه انطلقت وبدات العمليه الانتخابيه، بدا المواطنين يتوافدون على المركز وبدات العمليه الانتخابيه. حنا البلاد هذه ما نفرطوش فيها مهما كان، نجيونا ننتخبوا على البلاد هذه ونبرهنوا للعالم باللي بلادنا ما نسامحين فيها، وحنا جدودنا 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 ماتوا على البلاد هذه. جيت ندير الواجب تاعي كما انا كما المواطنين، وشو الغيره تاع الجزائر اللي خلاتني نجي الفوطي. واجب من واجبات المواطن تجاه الجزائر لازم يؤدي الواجب هذا الانتخابي، لانه هذه تعبير اولا عن الديمقراطيه، ثانيا اثبات المواطنه وحب الوطن.